إيمان سيد حسن علي، مسؤول الفنون بالمركز الاستكشافي للعلوم. تم التعاقد معي بالعمل بالمركز الاستكشافي من 2007، من 2007 ل 2010 انتداب كلي للمركز، كان من 2010 2015 انتداب جزئي للمركز والعمل بالمدرسة، وذلك تنفيذ قانون الكادر بالخطأ. وتم عودتي وانتدابي انتداب كلي للمركز مرة أخرى من 2015 بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق. وفي أواخر 2015 في تعليمات من الوزارة بشأن العمل بالمراكز الاستكشافية وتنظيمها. الفاكس ده جالنا بيقول إن الانتدابات العاملين أو إلغائها بالمراكز الاستكشافية تتم عن طريق الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية، وأن المديريات لا يسمح أو لا يجوز لها التصرف بهذا الأمر. ومع ذلك في بداية العام 2016-2017 اتفاجأت بنشرة من توجيه التربية الفنية بموافقة وكيل وزارة التربية والتعليم بنقلي من المركز لمدرسة العاشر الإعدادية. دي المدرسة اللي حضرتك كنت فيها الأول لا، اللي هي العاشر؟ أنا هكون المدرسة اللي انتدبت منها للمركز مدرسة الثانوية العامة للبنات. فإيه علاقتي بمدرسة العاشر؟ المفروض عشان انا القرار واضح، المفروض ان انا عشان ارجع للعاشر المفروض ان يتم عودتي لمدرستي الاصليه. الكلام ده ما حصلش، والكلام ده يتم بعد موافقه الاداره العامه للمراكز الاستكشافيه بناء على كلام الوزير. قدمت اوراقي لوكيل الوزاره وردوا عليا بتنفيذ تعليمات المراكز الاستكشافيه بناء على الفاكسات اللي انا قدمتها. لكن اتفاجئت بعد شهر بعمل نشره جديده مره اخرى بانتدابي او نقلي لمدرسه العاشر. مش وتقدمت باوراقي لسياده اللواء المحافظ محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد السابق، واداني وشكل الاوراق كلها والقرارات الوزاريه بشان المراكز الاستكشافيه، واداني تاشيره بتنفيذ تعليمات الوزاره الخاصه بشان المراكز الاستكشافيه بتاريخ 16/10/2016. الصادر بتاعها كان 3836. يعني حضرتك معاكي تأشيرة من المحافظ وفي فاكس من الوزارة من مراكز العلوم الاستكشافية، بالرغم من كده برضه بيتم محاولة نقلك. ما أنا مش عارفة بصراحة السبب، يعني أنا تقريبا بيجي لي في فترة الصيف يعني في ما لا يزيد عن 150 طالب يوميا، وأولياء أمورهم عارفين بالكلام ده والمركز والكلام ده من خلال دفتر الطلبة بتيجي تمضي فيه الصبح بخط إيديهم، ومن خلال الأعمال اللي هم بيقدموها، وان المركز اصلا ملوش اي ميزانيه، وان الطلبه ما بعرفش ارجع حد لان هو مش معاه ادواته الخاصه بيه، بضطر ان انا اديله واقول له اتفضل خد اشتغل. وشغلي وروحتي موجوده كلها في المركز من 2007 من مالي الخاص. يعني حضرتك في المركز بقالك 10 سنين دلوقتي، الشغل المتواجد اللوحات اللي موجوده في الطرقات واللي موجوده في القاعات دي حاجتي، لما حد يعني مش شغل المركز ده، حاجتي انا خاصه بيا. أنا موجودة في المركز الاستكشافي من 10 سنين، في العشر سنين دول قمت بأعمال ديكور وتصميمات الداخلية والخارجية للديكور للمركز الاستكشافي بالطراز الشعبي لمحافظة الوادي الجديد، وذلك لإحيائه عشان لما يجي لنا طالب من مدرسة في رحلة يجي لنا متردد يبقى عارف التراث الشعبي بتاع المحافظة. وطبعا تم تنفيذ الشغل ده بالتعاون مع زمايلي اللي موجودين معايا في المركز، والحمد لله يعني احنا بنشارك برضو من ضمن انشطه الفنون، احنا بنشارك في المسابقات على مستوى الجمهوريه، مسابقات بتجي لنا من المراكز الاستكشافيه بالقاهره او من المركز القومي لثقافه الطفل او من مجلات دار الهلال او اي مجله خاصه. في خلال الكام سنه اللي فاتت دول يعني 2000 مثلا 2013 فزنا باثنين ذهبيه وفضيه وشهادات تقدير، 2014 ميداليه ذهبيه واثنين فضيه وثلاث شهادات تقدير، في 2015 فزنا بستة ذهبية سبعة فضية و11 شهادة تقدير، في 2016 خمسة ذهبية وخمسة فضية وخمس شهادات تقدير. أنا ملاحظ إن كل سنة في ذهبية للمركز، يعني مش ما المفروض إن الجوائز دي شرف للمحافظة كلها ومديرية التربية والتعليم بأكملها. والحمد لله يعني إحنا أنا طبعا الكلام ده بيتم بالتواصل مباشرة مع أولياء الأمور، وإن هم بيتواصلوا معايا في المسابقات وحريصين على تقديمها، بمساعده مني ان انا ايه يعني بقول لهم على الحاجات المهمه اللي ممكن من خلالها نقدر نفوز. هل في دعم مادي من الوزاره او من المديريه لمراكز العلوم مثلا عشان المسابقات او الانتقالات والكلام ده؟
لا مفيش اي دعم، حتى في خلال الانشطه الصيفيه لما الطلب بيجي احنا خلال انا وزمايلي بنجيب بتاع من بعض، بنجيب بنشتري خامات على حسابنا، بنعمل لهم نموذج معين بيبتدوا هم يقلدوه على حسابهم، ولو طالب جه قال لي انا مش معايا مش برجعه البيت، بضطر اتفضل واشتغل، لان انا طبعا يعني مجرد ان اشوف طالب جاي ومشوق كل يوم في اجازه الصيف يوميا او في اجازه نص سنه او بيتابعونا من خلال فترات من خلال ايام الدراسه عن طريق المسابقات، وان انا ارجعه ما ينفعش ان انا بحطمه. احنا المفروض دلوقتي احنا بنتجه للتعليم من خلال الانشطه والهوايات، الحمد لله يعني. لا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا استاذه ايمان، ويعني ان شاء الله صوت حضرتك يوصل للمسؤولين ويعرفوا ليه التعنت ده الواضح، وليه عايزين ينقلوك المركز العلمي الاستكشافي. اشكرك جدا. شكرا.